كابتن، ارجع لحضرتك مره تاني ونكمل بقيه مراحل تعليم القياده. دلوقتي لازم تكون بتحب السواقه، بعد كده بقى تتعلم ازاي وفي مده قد ايه، وهل بيختلف الموضوع برده ما بين المراه والرجل؟ تمام. انا بالنسبه لي يعني اول حاجه بتحب او لا، ونحاول ان احنا احببها في السواقه. بعد كده بنشرح العربيه جزء جزء في العربيه، العداد ده بيقول ايه والعداد ده بيقول ايه، المرايات ازاي، حتى دواسه البنزين دواسه الفرامل، يعني الرجل لازم تكون محطوطه ازاي، امتى ادوس بنزين امتى ادوس فرامل، المرايات الثلاثه، مش مرايه واحده او اي واحده من الاثنين اللي في الجناب، لا لازم الثلاثه، اظبط الثلاثه، قعده الكرسي نفسها لازم نظبطها، كل حاجه في العربيه. في مؤشرات بتدينا مثلا ان انا معايا عندي عطل في البطاريه، بقولها ده عطل في البطاريه، بس هي بعد كده تروح للمختص، بس هي البطاريه قدامنا ورد احمر انا كده عندي عطل، عندي مثلا الحراره عليت انا برضو عندي عطل. فدي مؤشرات كلها يتعرف منها، بعد كده تروح بقى للمختص. لكن عشان افتح عربيتي الاعطال الميكانيكيه في العربيه كمان، يعني ليه اللوند لما تنور لي حمراء في اي اتجاه من اتجاهات انا كده عندي عطل، لازم اروح للمختص، سكان كهربائي سكان ميكانيكي. لكن انا افتح عربيتي بنفسي لا طبعا، دي حاجه مش مستحبه يعني. انا ممكن بس اعلمها كمان تغير عجله، لو انا في مكان ما فيش اصلا مكان في يعني اي حد بيغير عجل، انا ممكن اقوم بالمهمه دي ان انا اغير عجله عربيتي، ان انا يكون معايا الاستبن ومتظبط وكل حاجه تمام فيه، عشان لو حصلت اي مشكله في اي حته في الطريق وانا مش جنبيه بنزين او اي مكان بيصلح العجله انا ممكن اغير العجله. طيب.